السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم ام زكريا. الا كنتي اختي الفاضله اول مره كتشاهدي هذه القناه، كنتمنى اختي العزيزه تشتركي معايا فضلا وليس امرا. قناتي متواضعه جدا، كنتمنى منكم تساعدوني باش نزيد شويه القدام ونعطي اكثر، وتشجعوني باش نعطي فيديوهات اكثر. هنا هذا الفيديو هذا غادي ندير معكم واحد جوج وصفات، الكفته والشيفلور، كل وحده بوحدها، يعني كل وحده غطيب بوحدها. نشاهدوا الطريقه. هنا عندي الكفته على القدر اللي تبغيو نتوما، يعني اللي في استطاعتكم على حسب الافراد ديال الاسره ديالكم. الكفته عندي، وهنا الكفته غندير معاها بصيله، وغندير معاها نص فلفله خضراء ونص حمراء. هادو غنطحنهم مع شويه الزيت. والتوابل اللي غندير في الكفته، عندي هنا الثوم مجروش، الثوم بودره ولا الثومه الاخرى اللي عجبكم، والكمون والزعتر والريحان، البزار، الربيع مجفف او الاخر، هنا الخرقوم الصفر والتحميره، بابريكا والملح طبعا، وهذا الشيء اللي كاين. ولا التوابل ديروا اللي عجبكم، يعني ماشي المفروض ديروا هاد التوابل هذه اللي غندير انا. نبداو على بركه الله. غادي نديروا هاد العطريه، غنطحنوها مع هادو، غنطحنوها مع هاد البصيله، غنطحنهم مع هادو من الاحسن. وفي ملي غنطحنهم غنرميهم في هاد الكفته هذه. وفيما يخص عفوا الوصفه ديال الشيفلور، غنحتاجوا الشيفلور اللي غادي نحكوه في الحكاكه، وغنحتاجوا مع الفرماج، وغنحتاجوا مع هاد التوابل اللي درنا في الكفته بحال اللي بغى يديرهم. مبغاش يديرهم اكتفي بالتوابل اللي غيحب هو. انا هاد التوابل غنديرهم، كيف غنديرهم في هاد الكفته، غنديرهم في هاد الشيفلور. انا من بعد غادي نوريكم. غادي نقطعوا البصله طريفات هكذا صغار، قد ما درناهم صغار قد ما مزيان. غادي نقطعوا الفلفله خضراء طريفات صغار حتى هي، باش غادي نطحنوها. ونقطعوا الحمراء حتى هي، الخضراء والحمراء. المهم نقطعهم صغار حيت غادي نطحنوهم. غادي نرمي التوابل كامله. وغادي نديروا زيت الزيتون باش غنطحنو. دابا غادي نطحنو، غنبقى بشوية بشوية تيطحن بيا هادشي. نطحنهم ونرجعو، كنطحنهم تا كيوليو في هاد الشكل هذا كيف كتشوفو. غادي نكبوه على الكفتة ديالنا هكا، وغنخلطو كلشي. صدقوني بهاد التتبيله كيجي كتجي الكفته لذيذه لذيذه بزاف. وغادي نخلطو، غنخلطو الكل. نحاولو ندمجوهم مع بعضهم. باقي كاع ما طيبه والريحه طالعه، يا سلام يا سلام. كنخلطهم، نخليهم واحد نقولوا 10 دقائق في الثلاجه، ومن بعد كنجبدوها وغنديروها نحربلوها ونطيبوها. ودابا عزيزاتي غناخذوا الشيفلور وغادي نحكوه. هذا غادي يعجب الوليدات، غنديروه في الفران ان شاء الله. انا غنوريكم الطريقه مزيان، يعني هو في الطريقه الرقيقه احسن. تنكمل ورجع لكم. من بعد ما حكينا عزيزاتي كيولي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. غادي نديروا عليه جوج ديال البيضات. بسم الله. غنديرو زيت الزيتون كيف قلت لكم، التوابل اللي درت من قبل. غنديرو الملح،
حسب الذوق. عقلوا على التوابل اللي غندير. هنا الثومه بودره، عندنا الخرقوم الصفر، عندنا البزار، وعندنا الزعتر حسب الذوق ايضا، وعندنا الريحان، البغاكة، تا هو حسب الذوق اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش يديروش. غنديرو قليل من الكمون، واحد شويه، تا هو حسب الذوق. وغنديرو فابريكا تحميره، وغنديرو الربيع مجفف ولا الربيع الطري. دابا غادي نزيدو نخلطو، بعدا هو الاول غنخلطو الكل حتى يندمج مع بعضو. تندمجو كلشي، الا جاتنا الا بان لينا ناشف شويه نزيدو واحد البيضه، حيت على حسب الحجم ديال البيض. انا عندي هادو صغار، غادي نزيد واحده اخرى هي ثلاثه صغار، ولا كانوا كبار تكتفيو بجوج غير باش تجمع لنا وصافي، باش تكون مجموعه، خاصها تكون مجموعه وصافي، خاصو يكون مجموع. يعني انا غنزيد واحد البيضه، صدقوني هذا كيجي لذيذ لذيذ جدا. دابا غادي نزيد عليه شويه الفرماج، غنكب عليه شويه ديال الفرماج، غير شويه، اي نوع بغيتو. هذا موتزاريلا، نتوما ديروا اللي بغيتو. صافي، وكنمزجو الكل. هذا بالنسبه للوليدات، الا ما كانوش ياكلوا لكم الشيفلور غيدوقوا هذا ان شاء الله، ما غيعرفوش واش الشيفلور. بالنسبه للوليدات اللي عندهم مشاكل في الاكل، يعني كيبغوش لكم الحاجه، جربوا ردوا عليا الخبار، ما تنساونيش. هنا كيف كتشوفوا خدينا واحد اللاطة، غادي نصبوا فيها الخليط اللي خلطنا. نضيعو حتى حاجه، وغادي نستفو الخليط ديالنا. درنا البابيل ديال الفران، هاد الورق ديال الفرن، وغنسطحوها كلها على اللاطه حتى كتولي على شكل مستطيل او مربع. كنديرو على هذا الشكل هذا، وكندخلوها الفران حتى كطيب على نقولوا شي نص ساعه. المهم كنبقاو نقلبوا على حساب الفران ديالكم حتى كنشوفوه بان تحمرت وطاب، راه دغيا مع محكوك دغيا غادي يطيب لينا. غنديروه على درجه الحراره 180 يطيب لنا ونخرجوه. اما بالنسبه للكفته، غناخذوا واحد المقيله وغادي نديروا فيها شويه الزيت، ما نديروش بزاف، ونبداو نحربلو في الكفته ونطيبوها عادي. انا وريتكم غير التتبيله باش تجربوا ديك التتبيله، كتجي لذيذه مع الفلفله هكاك مطحونه، كتجي لذيذه لذيذه بزاف، وما كتبانش حتى للاطفال اللي ما كيبغوش ياكلوا الفلفله، ما كتبانش ليهم في الكفته وكياكلوها. دابا ملي سخن لينا الزيت، غنديروا حريبلات بحال هكا وغنحطوهم يطيبوا. ما تخليوش الكفته يعني تتكرم، تكون البوطه ما يعني ما مجهداش، تكون مهيله باش طيب الكفته على خاطرها، وطيب حتى من الداخل كتجي على هذا الشكل. و
بغيتو تصغرو بغيتو تكبرو نتوما الحجم اللي بغيتو. طيب لينا ونرجع ليكم. ومني كيتحمر لينا عزيزاتي كنخرجوه من الفران، كيف كتشوفوا كيبقى رطب كيطيب، كنديروا فوقه فرماج، كنديروا واحد الكابا سخيه يعني ديال الفرماج من الفوق، وغادي نرجعوه للفران. واللي جربت هذه الوصفه تخليها لينا في التعاليق وتقول لينا كيف جاها، كيجي لذيذ لذيذ جدا، رائع جدا. دابا غندخلوه الفران غير يتحمر لينا، يدوب لينا الفرماج ونخرجوه. ومن بعد ما كيتحمر لينا الفرماج كيف كتشوفوا بهذا اللون الذهبي الهائل اللي كيشهي، ما شهيتكم فيه الصراحه كيستحق التجربه. دابا غادي نديروه في طبق التقديم، كنقطعوها مربعات على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، سخونه كتجي محمره وكتجي لذيذه، كتجي لذيذه وطيبه، جاتني سخونه. وكان عزيزاتي هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم خليو لينا اللايك وديروا جربوا هذه الوصفه ديال اليوم ونرفقوها مع شليضه او اي حاجه بغيتو. المهم هذا هو الطبق الرئيسي، درتو مع هذا مع الكيتشوب، كيجي لذيذ لذيذ بزاف، كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. مع السلامه عزيزاتي، الى فيديو قادم ان شاء الله.